عندي هنا بواقي الجلاج تبع البارح لازم أسويه، فأسهل وصفة حتكون عندي أم علي. بس هنحتاج شوية حليب مكثف محلى، هنستخدم العلبة كاملة. بس أنتم عارفين الطريقة، إنه لازم عجينة الجلاش أول شيء لازم أدهنها بزبدة. هنا أنا محضرة الزبدة، راح أبدأ أدهن رقائق الجلاش وأحطها في الصينية. أحيانا أستخدم عجينة الجلاش وتطلع لي مكسرة، فمرة رجعتها الفريزر حطيتها في الثلاجة. الحين راح أبدأ أدهنها، بما إنها مكسرة فخلاص راح نعمل فيها المعلي. طيب الوصفة كلها كده على بعضها عشوائية، ما يبغالها ترتيب ولا يبغالها أي شيء مرتب. أحاول كده أدهنها دهنة بسيطة، ما أبالغ في الدهن أبدا. أشيل القطعة أكرمشها وأوديها على الصينية. لما أكرمش كل قطعة أحطها كده أرصهم جنب بعض كده بدون ترتيب. طيب خلصتها، رصيتها عشان بعد باقي الزبدة، أدهن فيه الوجه. هتروح على الفرن تتحمر من تحت وبعدين أحمرها من فوق. ضروري تتحمر كويس، كل ما تحمرت كويس كل ما كان طعمها أحلى ولذ. طيب حبيباتي، راح احتاج كوب ونص كريمة، كوب ونص حليب، وعلبة كاملة من الحليب المكثف المحلى. العلبة الحليب المكثف المحلى كلها انا حطيتها هنا، وكان عندي شوية في الثلاجة كمان زيادة حطيتها عليها. فبس هذه المقادير اللي حتنحط على ام علي، وكمان حنحط عليها زبيب ومكسرات. فزبيب والمكسرات اختياري، راح اوريكم ايش اللي انا راح احطه دحين. خلاص اتحمرت، هي من اول كانت مخلصة، شايفين خلاص اتحمرت من تحت وتحمرت من فوق. دحين نصب عليها الحليب والكريمة. طيب قبل لا احط عليها الكريمة والحليب، هنا عندي شوية زبيب راح ارش عليه. ما يحب الزبيب طبعا طبعا لا يحب الزبيب، هذا انا غسلته قبل لا احطه. وكمان راح اضيف عليها جزء من اللوز، هنا عندي لوز مبشور مو كل الكمية نصها، وعندي هنا بندق مكسر برضو نص الكمية، والباقي حنخليه الزينة. طبعا الفستق ما راح اخليه عشان الفستق حيعطي لون اخضر للام علي، راح نخليه بس للزينة. راح احط الحليب في جك كذا كبير، وكمان راح احط عليه الكريمة. اضرب لكم شيء على الكريمة، انتم شايفين انها مكتلة، هي ما هي مكتلة ولا شيء طبعا، عدمت الدنيا بس عادي مشوا معايا. عندي كوب كريمة، هذا هو اللي باقي عندي، فعشان يصير كوب ونص قمت حطيت علبة قشطة وخلطتها معاها عشان فاللي ما عندها كريمة تستبدل الكريمة بقشطة وتخففها بشوية موية. وآخر شيء الحليب المكثف المحلى، يعني هي هذه أسهل طريقة تعملي فيها أم علي. تقدري تحطي حليب على النار مع الكريمة مع سكر وفانيليا وتغليهم مع زبدة، طبعا لازم زبدة، وتغليهم مع بعض وتصبيها على أم علي. لما جاء الشيء الجميل واللطيف هذا ريحنا من ان احنا نعمل الحركة دي، الصراحة ألذ وأحلى. في ناس لسه متمسكة بالطريقة القديمة، أنا خلاص بطلتها من زمان لأنه دي أحلى شيء صراحة.
بس والله اخلطهم مع بعض واصبها على طول على الصينيه. راح نصبها على طول، ولانه انا ما راح اقدمها دحين راح اصب 3 ارباع الكميه حادث بسيط. راح اصب 3 ارباع الكميه لاني ما راح اقدمها دحين. اذا حتقدميها في نفس الوقت صبي الكميه كلها، حميها بالفرن وقدميها. اذا حتقدميها في وقت لاحق 3 ارباع الكمية احتفظي فيها لوقت التقديم، سخنيها وحطيها عليها. طيب الصينية حتروح على فرن حرارته 180 درجة او 200 تغلي، وبعدين اطفي النار واقدمها على طول، ما يحتاج اني انا احمرها من فوق. بعدين راح اوريكم اخر خطوة. طيب حبايبي، هذه وهذه خلصت، راح ارش عليها باقي المكسرات على الوجه. هنا كمان شوية بندق والفستق، ولا خلي الفستق كده شوية لاني لسه ابغى ارش عليها شوية كريمة من اللي باقي. نصب عليها شوية حتنزل من درجة حرارتها، خليها كريمية فترة أطول لأنها بعد ما تبرد راح تتماسك وتنشف، فلما أعمل كده تديها وقت، تديها يعني تنزل من حرارتها شوية وتقلل من امتصاص السوائل. والله بس نزينها بشوية فستق وبالعافية على الحبايب. خلينا نشوفها كيف صارت، شايفين أم علي لازم يكون فيها كده سوائل شوية. صراحة أم علي الناشفة هذه أنا مرة ما تعجبني وتوقف بحلقي، لازم تكون كده غرقانة ولذيذة، والله مرة حلوة تجنن ترى. على فكرة طعمها يفوق ما تتخيلون، روعة.